سؤالي لك كان عن المنخفض نظرا لما يعني يشاع ويردد اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من خلال اجابتك انه لا يوجد منخفض قطبي كما يقال. اجواء الشتاء عندنا تتميز بمرور المنخفضات الجويه من شرق البحر المتوسط والتي تكون مصحوب بجبهات هوائيه بارده. اليوم نتاثر بالامطار، وغدا بمشيئه الله تعالى او بعد غد يبدا تاثير دخول الكتله الهوائيه باردة التي قد تنخفض على إثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الأطراف الشمالية الغربية، ويبدأ تأثيرها على مناطق وسط المملكة كرياح شرقية إلى شمالية شرقية من مساء يوم الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، ويكون انخفاض ملموس في درجات الحرارة على منطقة الرياض.